شو مشكلتكم انتوا الشباب الصغار يا مايا؟ انه بتتاخروا لتفهموا انه المحظوظ مو هو اللي بيجي الفرصه. كل الناس تجيه فرص. محظوظ هو الذكي اللي بيعرف يستغل الفرصه. واذا بدك تعيش الحياه بكرامه بدك تعرف كيف تسحب فرصتك من ضمن السبع. مو اللقمه مثل ما علمونا، لانه اللقمه ما بيلحقها الا الجوعان بعيد عنك. ويا ريت ريان يفهم هذا الحكي، لانه انا واثق انه رح يندم على قراره. بده يترك كل هالعز مشان شويه خلافات معه. انا رح احاول اقنعه. والله يا ريت. احيانا كلمه الصاحب اهم من الف كلمه، ونصيحته اهم من نصيحه الاب والام. دايما على القهوه. وهي كارتي، شو بيلزمك بالبلد تكرم عينك، لانه بعرف صاحبك ريان احيانا بيحملها زياده عن اللزوم على حلال وحراء. اما انا كرامه اللي بحبهم عندي اهم شيء. شو بتشتهي نفسك بالبلد وبتطلب؟ توصيني شيء غير سلامتي؟ سلامتك. مو صار تنزعها، سلامتي لازمتني يا رجل. سلام.